الطابور مش بالضرورة يكون طابور جمعية أو طابور عيش أو طابور تقديم على وظيفة. الطابور ممكن يبقى حلم لما اللي واقفين فيه يبقى ظهرهم في ظهر بعض، عندهم هدف واحد. حضرنا طابور في مدرسة مش عشان نقول الإذاعة المدرسية، إنما عشان نكون طابور ندي فيه مش ناخد منه. طابور البراعم بتشتري أسهم في بلدها، البراعم بتأكد ملكيتها في مشاريعها القومية، البراعم بتحول الدروس اللي بتسمعها وبتقراها لحقيقة عملية. بعد تجاوز أو حل العقبات القانونية وبعد فض أي عقبات إدارية، احنا عملنا شيء كنا بنحلم بيه. كل الناس بتتكلم على مشروع قناة السويس، وكل الناس عايزة تشارك، اللي بقرش واللي بقرشين واللي بألف واللي بألفين، كل حسب مقدرته، ودي رسالة معنوية ومالية مهمة جدا. إنما لما ولادنا في المدارس من حضانة لحد ثانوي هم اللي يمولوا المشروع ده، دي حاجة تانية خالص، دي حاجة فيها غرس المعاني ومبادئ مش ممكن تتكرر إلا في حالات نادرة. الطبيعي إنه الناس الأطفال ياخدوا أهليهم أو أهليهم ياخدوهم ويودوهم البنك ويشتروا لهم شهادات استثمار، ده النسق الطبيعي. أي حد فينا عايز يشتري شهادات استثمار بيعمل كده، أخد ابنه أو ياخد ابنه أو بنته ويروح البنك. إحنا عملنا العكس، إحنا جبنا البنك المدرسة ومن غير ولي الأمر. البنك انتقل إلى طابور المدرسة عشان يبقى طابور حلم وانتماء، وولادنا وهم شايلين شنطة المدرسة ومسكين القلم والكراسة يبقى في إيدهم شهادة استثمار في قناة السويس الجديدة. المصريين دول شعب عجيب، وقفوا في طوابير البنك بالملايين عشان يدفعوا مليارات لمشروع قناة السويس. حوالي 64 مليار جنيه اتجمعوا في أسبوع واحد. قبل غلق باب شراء الشهادات فكرنا ليه ما يكونش لأطفالنا دور ولو رمزي في المشروع ده. طرحنا الفكرة على بنك مصر، رحبوا جداً بالفكرة دي لنفس الأسباب. مش المهم المبلغ اللي هيتجمع، المهم الرسالة والذكرى عند الأطفال. المدارس الحكومية ما كانتش لسه فتحت أبواب، إنما تلاميذ المدارس الخاصة كانوا بدأوا الدراسة. مش مهم، المهم إنهم أطفال مصريين كفوفهم الصغيرة وعينيهم المنورة هيكون لها نصيب في المشروع. مع المدرسة تمت الترتيبات، هنعمل بنك جوه المدرسة، خدمة عملاء، شباك، خزنة وأوراق قانونية. الطفل يدفع المبلغ أيا كان ويكون معاه صورة من شهادة الميلاد. بنك مصر فورا يصدر له شهادة الاستثمار.
تشتري شهادة بكام يا مايا؟ 100. مايا شريف ماهر. مين اللي ادالك الفلوس؟ هي قالت لي كانت فرحانة بيا قوي وانا كنت بحكي لها. والنبي يعني مامتك انبسطت لما قلت لها انك في سكول في المدرسة هتشتري شهادة قناة السويس؟ مبروك. طفل ورا التاني، مبلغ ورا التاني، شهادة ورا التانية، ابتسامات وضحك وسط الأوراق الرسمية. أياً كان المبلغ اللي اتجمع اللي عدوه مندوبين البنك، فهو جزء من الـ 64 مليار جنيه اللي راحوا البنك المركزي. المبلغ بالظبط كان 41,970 جنيه. الأهم من المبلغ طبعاً هي الشهادات اللي كانت في إيد الولاد، شهادة زرقاء في مشروع قناة السويس الجديد في إيد كل واحد فيهم، هيحتفظ بيها طول عمره ذكرى ومعنى. أنا فضلت اسمي الشاعر الشاب لغاية ما قربت من الخمسين. الشاعر الشاب الكبير. أربع صبيان وأربع بنات. أنت الوحيد اللي كنت بتكتب شعر؟ قال لي أنت شاعر بالسليقة يا شيخ سيد، عايزين نرد الجميل لطعس. أنا سعيد وفخور جدا بكل الممثلين اللي غنوا كلامي. سلم لنا بقى عن طرباي. بتاعتك للأسف.